رعاية الاتحاد اللبناني للرماية والصيد، نادي شتورة كونتري كلوب وبنشست ألبي بنظموا بطولة لبنان للبندقية الهوائية. هيدي البطولة بتصير بنادي شتورة كونتري كلوب يلي هيدو بيرتفع عن سطح البحر 900 متر. هيدا النادي وهيدي المنطقة يلي بتوقع بمنطقة شتورة بالبقاع تعتبر مطرح كتير بيجي هوا عليه قوي، من هون بيكون في عنا نحنا دايما شيء كتير سبيشل بهيدا النادي، يعني دايما وار شوتينج بكونديشن فيها هوا. هلا رح اتعرف انا وياكم اكثر على بطوله لبنان بندقيه هوائيه اللي صارت سنه 2022، رح اشرح لكم الرولز وكيف انعملت هيدي اللعبه، ويلا خليكم معي نكست. هلا رح اخبركم عن الجيمز اللي بنلعبهم والديسيبلينز يلي هن يعتبروا 3 اجزاء، عندنا ال 25 متر 50 متر و 90 متر. رح نحكي نبلش ب 25 متر يلي هي لعبة تعتبر بريسيجن شوتينج، لعبة بتلعب على مسافة 25 متر اكزاكتلي، المسموح فيها انك تستعمل البلس من دون سلاج. في سنين بنكون حاطين ويت ريستريكشن وفي سنين ما بنلعب مع ويت ريستريكشن. هيدي السنة لعبنا البطولة ال 25 متر على 2 جيمز، نلعبوا على مرحلتين بأوقات مختلفة. بطل لبنان كان هو الكابتن عبد الله فواز من نادي الجيش اللبناني. أنا شخصياً بحب بارك للكابتن فواز ولفريق الجيش، والكابتن فواز هو له تقريباً 4 سنين على التوالي بطل لبنان. كونغراتوليشن تو كابتن فواز. خمسين متر ديسيبلين وهي اللعبة المستجدة على WRBF. نحنا بلبنان نلعبها من زمان، اللي تغير علينا هي شوي الرولز والتارجت سايز. لح اشرح لكم بطريقة مبسطة عن هاي اللعبة. نحنا بهيدي اللعبة it's open you can use خردو slugs، ما عندك power restriction، بس بدك تلتزم بقوانين شوي مشددة أكتر من اللعبة اللي هي إكستريم بنشت. باختصار هيدي اللعبة الخمسين متر هي أميكس، هي مزيج بين لعبة البريسيشن جيم اللي 25 متر ولعبة الإكستريم بنشت. فبيجي عندنا الخمسين متر AR هي اللعبة اللي كانت مبدئيا فيها منافسة كتير كبيرة. هيدي السنة لعبنا هيدي اللعبة على 3 مراحل مختلفة. كنا مبدئيا كان عنا المنافسة عالية جدا، قدر سليمان عقوري يحسم المنافسة من بعد مرحلتين. سليمان توج بطل لبنان لأول مرة، سليمان بيمثل فريق تيم اف اكس لبنان. ولجدير بالذكر انه كمان تيم اف اكس لبنان حصل على فول بوديوم. كان عنا غير سليمان بطل لبنان، كان عنا صهيب بلعب بالمركز الثاني وجوني غنطوس بالمركز الثالث. أبطال لبنان اللي توجوا رح يشاركوا ببطولة العالم ببيلزن تشيك ريبوبليك بنهاية شهر تموز بداية شهر آب 2023. من خلال الأصدقاء مشتركين من الاتحادات الصديقة مع تقارير بما خص الخمسين متر يلي هي متخصصة بلبنان واللي ما كانت بعد موجودة بالـ WRABF، وهن بالسنة الحالية حطوها برزنامة بطولة العالم. استفادوا من خبرة لبنان ومن خبرة الاتحادات الصديقة يلي مجاورة لنا واللي بعيدة شوي يلي بيقوسوا 50 متر اير رايفل، بما انه هن بيقوسوا 50 متر ريم فاير. هون الدور اللبناني كان بهذه العملية كتير مفيد وساعدنا انه الاتصال تبعنا يكون بناء، و WRABF تطلب منا الانضمام لها وهذا اللي صار. ملاحظات الـ WRABF على التنظيم بلبنان من ناحية الـ 50 متر او الـ 25 متر، لانه بطبيعه الحال هن ما بيقوسوا على 75 متر او 100 متر يلي هي ضمن الاي بي ار يلي هي اكستريم. هون ملاحظاتهم كانت محدده على الاهداف وقياس الاهداف، لانه نحن كان عندنا اهدافنا الخاصه.
بعد ما تلقيت الفايلات PDF الأهداف تبع الـ WRABF الانترناشنال، صار في تطبيق لها بلبنان، وهذا الشيء ساعدنا صرنا كونفورم، يعني صرنا قانونيين جدا، وصار الملف تبعنا بالـ WRABF جاهز وكامل. وهذا اللي طبقناه ببطولة لبنان 2022 لأول مرة، قوصنا على WRABF targets يلي كانت نقلة جدا من ناحية تقنية، وعلت المستوى بشكل رائع، وكمان نهايتها كانت جيدة جدا، وتم تتويج أبطال لبنان يلي قسم منهم كبير رح يروح يشارك ببطولة العالم ببيلزن. شو فرصنا ببطولة العالم 2023؟ نحن كفريق لبناني عندنا خبرة بالخمسين متر. الخبرة الخمسين متر محصورة ببعض الاتحادات ببعض الدول، ويمكن ثلاث أو أربع دول. والفرصة الكبيرة للبنان إنه نقدر نعمل بوديوم، وطموحاتنا أبعد من البوديوم. ليه؟ لأنه الرومات بلبنان متمرسين بالخمسين متر، هذا بمقابل عدم تمرس الرومات العالميين بالخمسين. لكن عندنا مشكلة الخمسة وعشرين متر يلي هي اختصاص الـ WRABF باثنين ليفل يلي هو LV و HV، وبيتطلب تجهيز بوريد خصوصي، وعندها ستوك خصوصي لها بالوزن، وكمان من ناحية القوة تبعها الـ LV بتتحدد بـ 12 foot pound والـ HV بتتحدد بـ 20 foot pound. هون صعوبة، وخاصة بهذا الظروف اللي عم نمرق فيها نحن بلبنان، والتجهيز اللي اوريدي موجود عند الشباب يمكن ما بيسمح لهم يرجعوا يستثمروا ببوريد جديدة. لكن عم نقدر نكون، عم نقدر من لا شيء نعمل شيء حلو، وان شاء الله نقدر بال 25 متر نعمل نتيجة على تواكب النتيجة اللي متأمنين نعملها بال 50 متر. اكستريم بنشرس 90 متر ديسيبلين، اللعبة الأساسية، أكتر لعبة منتظرة بلبنان وبتصور عالميا. هيدي نحن بنلتزم بالقوانين اللي عم تلعب بأمريكا، أكان بأريزونا أو أكان بأرماك. نحن بنستعمل نفس النورمز، الأوزان المسموح نستعملها ما في مشكلة، الكاليبرز بتوصل لأب تو بوينت 30 7.62، ولكن ممنوع استعمال السلاجز. يعني هيدي عم تنلعب على بيلت يلي هن يعتبروا ماس برودكشن، يعني موجودين بالمعامل بالمصانع. هيدي لعبة بدها كتير تحضير، بده يكون واحد متمكن من باروتو يلي بيستعملها شخصيا، بنفس الوقت بده يكون عم بيقدر يقرأ هوا. مثل ما بتعرفوا هيدا نادي عم بيكون فيه الشوتينج كتير صعب. بالتسعين متر السنة كمان مثل الخمسين متر لعبناها على ثلاث مراحل، كانت المنافسة لآخر نهار لآخر لحظة. قدر صهيب بلعة من فريق تيم اف اكس لبنان يحسم اللقب. الجدير بالذكر هون انه بلعبة التسعين متر صار عنا حالة يمكن نادرة تصير، انه تعادل تو شوترز بنفس سكور ونفس العلامات ونفس العشرات ونفس الاكس. فكان اللجنة التنظيمية والحكام اخذوا قرار انه يلعبوا هاد تو هاد، او اذا بدكن يطلعوا هودي التو شوترز اللي هن زهير خطاب وإلي مزهر، لعبوا هاد تو هاد ليقدروا يفصلوا بيناتهم على المركز الرابع او خامس. رح نبلش بال 25 متر، المركز الثالث، المركز الثالث 25 متر زياد بوعراج. المركز الثاني 25 متر فادي كيوان. والمركز الاول 25 متر بطل لبنان لرابع مرة على التوالي، ممثل فريق الجيش اللبناني، تليفون بليز.
حدا ممثل ننتقل لفئة الخمسين متر. 50 متر السنة لعبة كتير حبوها الشباب، تعلقوا فيها. 50 متر لعبناها كمان على النظام الدبلي WRABF. المركز الثالث، المركز الثالث لنجم الفريق جوني غنطوس. قتل مظبوط. المركز الثاني لأعلى سكور لعدل الرقم الدولي 242 السنة عندنا بلبنان، 242 وورد ريكورد، سهيب بلعة. المركز الأول بكل برودة أعصاب، مركز أول بكل برودة أعصاب، من أحد الأشخاص يلي يعتبروا من أهضم الشباب اللي مرقوا علينا بالاتحاد، بطل لبنان 50 متر سليمان عوري. والأصعب وأكثر لعبة مشهورة دولياً، إكستريم بنش ريست إي بي آر 90. المركز الثالث إلي مزهر. أيوة. المركز الثاني بطولة لبنان النقيب عبد الله سكور 233 لبردين على التوالي. سهيب بلعة بطل كبير البلعة، كبير بلعة تشامبيون مالتي تشامبيون سهيب بلعة. شباب خلينا تكريما للحكام يلي هن بالاصل اكس رومات سابقين، السنه اشتغلوا معنا ومع الرومات بطريقه كتير حلوه. نحن بنتشكركم باسمي وباسم الرومات على هالجهد اللي عملتوه، باسم رومي وكارلوس. حبينا نعملكم درع تكريمي للجهود اللي قدمتوها، وان شاء الله بنكون بنفس الجهد سنة الجاي. بدي اطلب من رومي وزهر الحكم الاساسي دايركتور باسم رينج ماستر كارلوس حمود رينج ماستر اول تاني.
اسمع الاول اسمع الاول اسمع الاول اسمع الاول خلص خلص الف مبروك قولون يا شباب قولون مبروك للشباب كلها كمان بدي اتشكر الشخص انا حابب اقول يعني كان هو مثال الروح الرياضيه السنه كان بروفيشنال على الاخر زياد بعراج ثانك يو الروح الرياضيه الحلوه لا لانه فكره هي لكم شغله احنا بلشنا 25 رامي في كثير ما عملوا منيح وانسحبوا زياد من الاشخاص اللي ما قدر لظروف يشارك معنا بس اجى شارك حتى لو ما كانت علاماته منيحه ثانك يو زياد ثلاثة واحد اثنان ثلاثة شيل عارفكم عن حالي ربيع ابو حنا انا one of the shooters of FX team يلي موجودين بلبنان بالتعاون مع اكيد استاذ الي عاصي وعاصي فور هانتينج اللي ايرجان شوتر تقريبا حوالي ما يمكن 12 سنه او 13 سنه اذا مش اكتر بحدود 15 كمان انا اول شيء بقوس معي FX M3.22 كاليبر 5.5 بقوس ريديزايند جي اس بي اوف كورس كان نهار جنون بس كنا شغلين كتير على التيون تبع البارودة كنا عم نقوس تقريبا بسرعة around 980-990 تعذبنا كتير لحتى قدرنا ناخد البوزيشن بهيدي السرعة أنا بحبها هيدي السرعة في كتير من الشباب بقوسوا بسرعة أقل وتوفقنا هيدا نهار جبنا سكور كتير حلو around 228 وربحنا نهارها كتير تحسن مستوى الكمبيتيشن هون بلبنان لأنه الشباب كتير تطوروا صاروا عم يشتغلوا external ballistics مش بس على velocity صاروا عم بنقوا الخردقة حسب الballistic coefficient تبعها وعم يشتغلوا كمان على الطقس بالexternal ballistics عم يشتغلوا الballistic coefficient والtrajectory تبعها وبنقوا كل نهار competition البالت المناسبة لها والكاليبر المناسب آخر جولة ببطولة لبنان EBR 90 personally عامل وسط هلأ التوتر مثل ما شايفين الشباب بعدهم عم بيقوسوا كان عندنا كونديشن مهضوم اليوم شوية وبلينج مثل ما شايف الهواء خلينا أنا وياك مثل ما نشوف الهواء هنيك شوي عم نشوف كيف عم تبرم الإعلام تقريبا وهو خفيف بس في شوية وبلينج عم بتكون سكورات كتير عالية اليوم خلصنا بطولة كتير حلوة شو بدي أخبركم my personal experience شوي disappointing كنت موقع أعمل أحسن بس هيدي الحلو بالجيم كل سنة بعد سنة عم نشوف حدا جديد عم يتطور حدا بيرجع حدا بيقرب نينك لح ناخد مقابلة مع بطل لبنان EBR 90 متر سوهيب بلحة هيدا سوهيب هنيك عم بقوي سوهيب يعطيك العافية الله يعافيك بدي منك هيك كلمتين صغار اول شيء سهيب انت اول سنه بتربح بطوله لبنان 90 متر اي بي ار هالسنه اول هديك السنه عملت ثالث جراي من 2020 اوكي بدي 21 ثالث 2022 أول. بدي تخبرني شوي عن خلال الموسم خصوصي على 90 متر يلي قدرت تربحها بجدارة شو كانت اصعب مباراه لك مرقت فيها هيك اصعب مباراه كانت اول مرحله حكيت على الكل باعتراف الكل يعني عملنا النوك اوت اهلنا فاينل بالفاينل طلع الهواء حوالي بين ال 25 وال 35 كيلومتر بالساعه يعني عم نحكي تقريبا عم نحكي على دريفت كتير قوي دريفت يعني من تارجت لتارجت ومنه ثابت يعني عم تحكي ما ثابت اكيد ما ثابت لان الهواء بيقوى بخيط بيروح شمال بيروح يمين بيطلع نزول بيطلع طلوع بينزل نزول فاذا هون سهيب معلش بنحكي شوي عن ستايل اوف شوتينج بهيك مباراة بتغير ستايلك عن مباراة العادية ولا بدك كيف انت مبدئيا كان ستايل اوف شوتينج لا خلاص كل واحد عنده ستايل بيمشي فيه ما حدا ما فيك تغيره بوقت المباراة بدك تكون ستايل انت معود عليه وبتمشي فيه شو في ناس عنده ريتم مثلا بفوت ما بيقدر سيطر كثير مثلا بقوس ضرب بفوت دغري على الورقة طق 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 بيعملوا ورا بعض انا مثلا لا سيطر ضرب عم تجمع وكمل مش يعني ستايل اوف شوتينج حسب كل واحد كيف شو كان خيارك السنة الماضية بالعيارات
مبدئيا 35 على 90 متر واكيد 5.5 على 5.5 اجباري. في ناس كثير بقوا 5.5 على 90 كمان، وكمان عملوا نتائج احسن مني في مرحله من المراحل، طلع اول ثاني 50 انا ثالث عملت. مزبوط، انا ثلاث مراحل عملناها. لانه بتعطيني هيك باختصار اذا بدك شو الادفانتج عند الستة وشو ديز ادفانتج والعكس كمان على الخمسة؟ اذا في هواء الستة بحس احسن، بلا هواء الخمسة احسن لان تعتها اخف. ال 5.5 الهواء الستة بتنتع اكثر. سهيب ثانك يو على الاستنتاجين، ان شاء الله بنشوفك بالبوديوم اجين وانت كمان معنا واميزينج ومبروك اجين هيدي السنه. جابي عرفناه كان من اول الناس اللي قوصوا معنا وكان صديقنا، له فضل كبير باللعبه علينا. هو اللي كان من الاشخاص اللي اذا بتتذكروا اكتشف الريديزاين والهاي باور وهيك. نحن بنفقدنا شاب قريب كتير لنا.